السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد اليوم أني أشارككم من الفضاء إطلاق كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الثاني الخاص بالأطفال، والذي يحمل عنوان من الصحراء إلى الفضاء، قصص ملهمة من حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وهو صغير، يسردها لأطفال الإمارات والعالم بأسلوب ممتع وفيه الكثير من الطموح. سأقرأ عليكم الفقرة اليوم من هذا الكتاب، يتحدث فيها عن طموح الإمارات في استكشاف الفضاء، واللي بدأ من عهد الشيخ زايد طيب الله ثراه، وتشرف أن يكون جزء من المشاركين في تحقيقه. الكتاب بعنوان من الصحراء إلى الفضاء. علمني أبي الكثير عن الصحراء في صغري وكيف يمكن العيش فيها. زرع في مهارات النجاة في الصحراء والتعايش مع سباعها وغزلانها ودوابها الأخرى في بردها وحرها، والاستدلال بالنجوم في سمائها. والآن بعد أن وصلنا الفضاء أتساءل، هل تخيلت في طفولتي وأنا أتأمل النجوم مع أبي في ليالي الصحراء أننا سنصل ذات يوم إلى المريخ؟ في عام 1976 اجتمع الشيخ زايد رحمه الله مع خبراء وكالة ناسا، كان هذا طموحه، واليوم حقق عيال زايد الحلم ووفوا بعهد القائد المؤسس. وفي العام 2020 وقعت وأخي الشيخ محمد بن زايد على هيئة رئيس الدولة القطعة الأخيرة من هيكل مسبار الأمل، التي حملت عبارة قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء. واليوم نحتفل بعودة رائد الفضاء الإماراتي وصاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب سلطان سيف نيادي، احتفاءً بثمرة عمل الشيخ زايد والشيخ راشد طيب الله ثراهما في بناء الإنسان، لنثبت للعالم أن المستحيل ليس موجوداً في معجم الإمارات والإماراتيين.